الفيديو شنو هو الفرق ما بين لي في ال اكس وبين لي في ال ام. انتما كما كتلاحظوا بين لي في ال ام عند هذا البارابول هذا تاع القدام ماشي بحال هذا، يعني كاين الاختلاف في هذا البارابول هذا، يعني وكاين الاختلاف الثاني اللي هو في هذا في هذا الكونتور هذا، يعني هذا الكونتور تاعو كي داير. وبالنسبه لنا بين لي في ال اكس تايا كونتور تاع شي كي داير ماشي بحال بحال. المهم ما كانش اختلاف بزاف، وكان الاختلاف تاو في هذا السينيالات هادو، كان الاختلاف في السينيالات هادو، يعني هاد السينيالات هادو ماشي بحال هاد السينيالات، يعني حتى السينيال تاع اللور مختلفين، يعني هاد السينيالات هادو تاع في ال ام وهادا تاع في ال اكس، يعني نفس كل الاختلاف. وبالنسبة للروايد بحال بحال، بالنسبة للجوانت الفرانات الجروب بحال بحال، الصوفان سانك الصوفان سانك تهدا بحال بحال، ما كاينش شي اشكال. الفورس تاهو بحال بحال، مونتو السورات، يعني الفرق اللي بيناتهم هو كاين في هاد البارابور هذا، يعني بالك هنايا كاين في البارابور. وبالنسبة للسينيالات والكونتور، يعني هذا هو الفرق بيناتهم، ما كاينش شي فرق اللي هو كبير. وموتور بحال بحال، لا في الساسي لا في الماكينه لا في المونتوسولات لا في الروايد، يعني هذا جوج حوايج فاش مختلفين، كونتور ثلاثه الحوايج، كونتور بارابور سينيالات صافي. ونتمنى ان يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تصلكم كل جديد. عاشق الدراجات الناريه، يلا جود باي.